الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 24 من الكتاب 33 كتاب الجهاد والسير، باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح. معلوم أن المهاجرين عندما ذهبوا إلى المدينة لم يكن لهم أملاك يتملكونها، ولم يكن لهم بيوت يعيشون فيها، فماذا فعل الأنصار بهم؟ منحوهم بعض منائحهم، يعني أعطوهم بعض ديارهم ليسكنوا فيها، وأعطوهم بعض ثمارهم يأكلوا منها على سبيل المنحة وليس على سبيل التملك. سموها منائح، يعني ايه منحة. فبعض الصحابة قبلها، وبعض الصحابة اشترطوا ان يعملوا فيها مقابل ان يأخذوا من ثماره، وبقت ايه عقد مساقاة. فبقى المهاجر يعمل في الارض، يعني يرويها ويرعاها مقابل ان يأخذ جزء من ثمارها حتى لا يأكل بغير مجهود. والبعض الاخر قبل هذه المنحة وكان يأخذها بلا عمل، وربنا سبحانه وتعالى أثنى على الأنصار أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يحبون من هاجر إليهم، فإيه أثنى عليهم لأنهم فعلوا ما لم يفعله أحد من البشر على مر العصور مع إخوانهم المهاجرين. فلما استغنى المسلمون بعد ذلك بالفتوحات فتحوا خيبر، عادت إليهم أراضي كثيرة، فقاموا عملوا ايه؟ ردوا اليهم منائحهم، لانهم استغنوا بقى، فدوا منائحهم التي اخذوها من الانصار ادها لهم لانهم استغنوا. ادي معنى ردوها اليهم، لانهم كانوا اخذوها على سبيل الاستفادة بما يخرج منها ولم يتملكوا رقبتها، فهم؟ فاخذوا المنائح على سبيل ما يخرج منها من الثمر، لا ان يتملكوا نفس النخلة، فهم؟ فكانت منحة منيحة، زي واحد كده يعني يعير أخاه شاته وهي ممتلئة لبن، فيأخذ الشاة يحلبها ثم يرد له الشاة، منيحة يعني يأخذ اللبن بس يحلبها، يسموها منيحة العنز. يبقى المنائح هو أن يستفيدوا بما يخرج من المال دون أن يتملكوا رقبته على سبيل المواساة، كويس؟ ففعل ذلك الأنصار مع المهاجرين وقبلوها منهم، بعضهم قبلها بلا عمل، وبعضهم قبلها بالعمل على أنها عقد مساقاة، واضح؟ فلما فتحت خيبر قسمها الرسول صلى الله عليه وسلم على المهاجرين، قسمها على المهاجرين، فالمهاجرين بقى ليهم أملاك، فردوا منائحهم لمين؟ للأنصار. فهمت بقى المسألة؟ وعن أبي قال واحد بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الإمام مسلم في صحيح الحديث الثاني بعد 704,000، قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء، وكان الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام ويكفونهم العمل، يعني يشتغلوا عقد مساقاة، يسموه عقد مساقاة، يخدموا الزرع مقابل أن يأخذوا نصف الثمار مقابل الخدمة، ويكفونهم العمل والمؤنة يعني المجهود وتكاليف ايه؟ تكاليف تأبير النخل وغير ذلك والري والحاجات دي.
وكانت أم أنس ابن مالك وهي تدعى أم سليم، وكانت أم عبد الله ابن أبي طلحة كان أخا لأنس لأمه، وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا لها، يعني أعطته ثمر بعض النخل التي تملكه، أدي عذاقا لها. فالعذاق جمع عذق، وهو غصن النخلة فيه التمر كالعنقود في العنب، ده العذق، غصن النخلة وفيه التمر بتاعه، يسموه ايه؟ زي عنقود العنب، يسموه عذق. فأعطته ثمر بعض نخلات لها هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته، النبي صلى الله عليه وسلم بيحب أم أيمن، كانت حاضنته ومربيته، فأم النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها ايه؟ العذاق الذي أعطته أم سليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطاه لمين؟ لأم أيمن اللي هي بركة الحبشية، وأيمن هذا ابنها من عبيد الله الحبشي، أيمن هذا ابنها من عبيد الله الحبشي، ومات بعد فتح مكة أيمن، وكنيت به، وزوجها النبي بعد ذلك إيه؟ لزيد بن حارث، أنجبت له أسامة بن زيد. ستنا أم أيمن دي الحبشية، مش كده برضو؟ وأم أيمن دي جت للنبي منين؟ كانت من إيه؟ كانت جاية مع أبرهة اللي هيهد الكعبة، جاءت مع إيه؟ مع جيش أبرهة الذي جاء ليهدم الكعبة. فهمت بقى المسألة؟ فلما ذهب عبد المطلب جد النبي لأبرهة يطلب إبله، فأعجب أبرهة بإيه؟ بمنطق عبد المطلب وأكرمه. وانت ازاي؟ وقال جئتني تكلمني على إبل لك وتركت بيتا يحبه قومك؟ قال البيت له رب يحميه، أما الإبل فأنا رب الإبل. فأعجب بمنطقه، فلما أعجب بمنطقه رد له إبله وأعطاه بركة الحبشية، كانت جارية صغيرة السن تخدمه هدية. فهمت ازاي؟ فخد بركة دي، عيلة صغيرة بتجري وراه كده، وتملكها هو ايه؟ عبد المطلب. فأعطاها لابنه عبد الله لما تزوج أمينة عشان تخدمهم، ابنه اتجوز بقى، فاداله بركة ايه؟ تخدمهم في البيت. فهمت بقى ازاي؟ فقالت بركة صارت ايه بعد وفاة ابيه ملكا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمت بقى؟ فاعتقها رسول الله وعاشت معه صلى الله عليه واله وسلم، وزوج. ادي قصه بركه كيف قالت الى النبي، وهي جاءت منين؟ من جيش الحبش. فالنبي اعطى هذا العذق او العذاق الذي ايه؟ اعطته منيحه ام انس بن مالك للنبي، اعطاها النبي لمين؟ لبركه الحبشيه ام ايمن. يبقى يجوز انك انت تقبل المنيحة وتعطيها لغيرك. فهمت ازاي؟ يجوز التصرف في المنيحة، لان اذا اعطيتها صرت ملكا لها، لك ان تتصرف بالهبة فيها. فوهبها سيدنا رسول الله لام بركة، واللي هي ام ايمن مولاته، ام اسامة ابن زيد. قال ابن شهاب: فاخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال اهل خيبر وانصرف الى المدينة، رد المهاجرون الى الانصار منائحهم، اكتفوا بارضهم اللي خدوها في خيبر، وقالوا للانصار جزاكم الله خير، خذوا منائحكم جزاكم الله خير، التي كانوا منحوهم من ثمارهم. قال: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى امي عذاقها. سيدنا رسول الله قال للام ايمن: يا ام ايمن رجعي العذاق اللي انا اديته لك لام سليم ام انس. بركة الحبشية كانت فاكرة ان النبي ملكها هذا، انها ملكها مش ملك انتفاع، ده ملك رقبة. قالت له: لا والله ما اديها لها ابدا. اديها لها ليه؟ دي حاجة بتاعتي. فهمت ازاي؟ بقت مصممة عليها ام ايمن لسوء فهمها، انها متصورة انها تملكتها. فهمت ازاي؟ فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى امي عذاقها، واعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ام ايمن مكانهن من حائطه. ام ايمن فضلت مش راضيه تدي الايه لام سليم،
يوم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا حديكي بدلها يا ام ايمن من خيبر، خدوا العشر نخلات حديك عشرة زيهم. تقول له لا، قال لا حديك عشرين يا ام ايمن، بلاش عشر حديك عشرين. تقول له لا برضه، طب حديك تلاتين يا ام ايمن يهديك يرضيك، واخد بالك؟ ام ايمن تقول له لا، دي حاجه جنبي هنا، وانا مالي ومال خيبر على بعد 150 كيلو. فهمت ازاي؟ خيبر بعيد عليا لكن دي جنبي. فهمت ازاي؟ يقول لها طب هديكي 50 يا ام ايمن. فضل يزودها النبي لحد ما اداها 10 اضعاف. من ايه؟ من ماله الخاص عشان يرضيها. مراعاة لانها ربتهم. ما هو كان ممكن يجبرها على طول، لكن شوف حسن عشرة النبي. مراعاة انها ربته بقى خدها على قد عقلها. وادها 100 نخلة مكان العشر نخلات. 10 اضعاف. فهمت بقى القصة؟ فساعتها وافقت بقى. 100 قدام 10 يعني، يقول له خلاص يا رسول الله خلاص تاخدها ما يجراش حاجه. واعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ام ايمن مكانهن من حائطه. قال ابن شهاب: وكان من شان ام ايمن ام اسامه بن زيد انها كانت وصيفه لعبد الله بن عبد المطلب. انا يعني وصيفه لعبد الله بن عبد المطلب اللي هو ابن ابو النبي. قالت اليه من ابيه عبد المطلب، فهمت؟ خدها من ابرها. فهمت؟ أنها كانت وصيفة يعني أمة خادمة لعبد الله بن عبد المطلب، وكانت من الحبشة. فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه، فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقها ثم أنكحها زيد بن حارث. وأعتق زيد برضه صلى الله عليه وسلم، أعتق زيد لأنه كان برضه عبد عنده. فهمت؟ ثم توفيت بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر، قبل ستنا فاطمة بشهر. دي أم أيمن الحبشي. يعني بيبين لك ليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني عاملها برفق، ليه؟ لأنها حضنته وربته وكان لها إيه يعني منزلة عنده صلى الله عليه وسلم. كانوا في اتنين اسمهم أم أيمن في بيت النبي، والاثنين حبش. خد بالك دي قل من نبه على هذا. ام ايمن اسمها ام ايمن برضه حبشيه، كانت خادمه ام سلمه. ستنا ام سلمه كانت هجرت للحبشه وجوزها ابو سلمه مات، تزوجها النبي بعد كده وهي جايه من الحبشه، جابت واحده اسمها ام ايمن تخدمها معاها الحبشه. فهمت ازاي؟ فلما تزوجها النبي دخلت بيت النبي بتخدم امه ايه؟ أم سلمة. فكانت أم سلمة عندها أم أيمن، وكان رسول الله عنده أم أيمن الأولانية، فاثنين أم أيمن في بيت النبي. فهمت بقى إزاي؟ والاثنين حبشيين. وأم أيمن بقى اللي هي شربت بول النبي ليلا، قالوا هي أم أيمن خادمة إيه؟ أم سلمة. مش دي؟ لأن النبي كان عنده إيه؟ إناء كده من خشب، كان إذا استيقظ في الليل بال فيه، لأنه ما كانش عندهم دورات مياه، ولما يصحى الصبح بيرميه بره. فاهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده هذا الإناء يبول فيه ويحطه كده تحت سريره لما يقوم بالليل. فجت أم أيمن الحبشية دي بالليل في الضلمة عطشانة، فبتحسس كده لقيت إناء فيه مية، فعطشانة راحت شربته. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه على عادته وبيدور على الإناء عشان يرميه في الخارج، فوجده فارغا، فقال: من سكبه؟ قالت أم أيمن قالت: شربته يا رسول الله، أنا ما كنتش أعرف. فهمت؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها إيه؟ لا أوجع الله بطنك أو لم تمسك النار. فهمت؟ قصة إيه؟ شرب بول النبي معروفة يعني. واستدلوا منها على طهارة بول النبي، لأنه لو كان نجسا لقال لها لا تفعلي مثل ذلك بعد ذلك، لأن تناول النجاسة حرام. فهمت؟ فاستدلوا على طهارة بول النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لما أنكره الوهابية، لأن بيعتبروا أن بول النبي زي بول البشر المعتاد. أخد بالك؟ هو شايف أن بوله نجس فعايز يخلي بوله زي بول النبي، لانه شاف النبي بشر معتاد. لا يا سيدي، النبي بيكلم جبريل وانت بتكلم الشيطان الرجيم. حاجه غريبه، هو انت زي النبي؟
فغباوه غباوه يا سيدي. النبي اسري به وعرج الى السماوات العلى وفاق سدره المنتهى ببشريته، وانت لسه ما رحتش ارض الحجاز. دي حاجه غريبه. هتقول لي انت زي النبي؟ لا، انت ما جيتش حتى مسجد الاشراف. حاجه غريبه يعني، ولا راح زار سيدنا الحسين حتى. هتجيب انت نفسك زي النبي؟ فهمت بقى ازاي؟ لان اتربوا على كده ان النبي بشر معتاد، فلما تيجي تقول له يا جماعه ده بول النبي طاهر يقول لك لا مش معقول. امال ليه بيتوضى من 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 بوله؟ بيتوضى تعبدا. الله، هو كونه بيتوضى من بوله وبيغسل من بوله معنى ان بوله نجس؟ طب ما انت بتغسل من عرقك وعرقك مش نجس. هو انت لما بتعرق مش عرقك مستقذر؟ وبتغسل ايدك من عرقك ولا ما بتغسلش؟ لانك بتستقذره بس، لكن مش معناه انه نجس. فهمت ازاي؟ طب وانت لما بتاكل وتاكل لحمه وايدك فيها دسم، الدسم بتاع اللحمه ده طاهر ولا نجس؟ طب بتغسله ليه؟ عشان مستقذر. فهو يستدل ان النبي كان بيشطف من بوله يبقى بول النبي نجس. هو كل من شطف منه يبقى نجس؟ ده غباوه. طب انت بتغسل ايدك بعد الاكل وانت بتاكل نجاسه؟ بتغسل ايدك لما تحطها تحت باطك ومليانه عرق تقول ايه ده القرف ده وتروح تغسلها. حتى بتعرف من نفسك. فهمت ازاي؟ فليس كل مستقذر نجس. شوف، لانه ما ترباش على هذه العقليه الفقهيه. فهمت ازاي؟ خالد الجندي قال كده في قضيه بول النبي، قال لك لا بوله نجس، ويقول للمذيعه كده ليه يا ابني؟ ليه يا خالد؟ ما هو خالد رخر عنده لوثه وهابيه. بالرغم من وازهري عنده لوثه وهابيه، ما هو لا، الجنان الوهابي ده اصاب عقول كثيره بدرجات متفاوته. فهمت ازاي؟ في واحد مجنون 100% وهابي، واحد مجنون 80% وهابي، واحد مجنون 70% وهابي، واحد 50% وهابي، واحد 10% وهابي. فالحمد لله ربنا نجانا احنا 0% وهابي. وهذا من فضل الله. هذا من فضل الله ومن نعمه علينا. فهمت بقى ازاي؟ يقوم يقول للمذيع ايه؟ هو لو ما كانش نجس امال ليه كان بيغسل منه وبيتوضى منه؟ والمذيع جهله زيه تقول له اه عندك حق. مذيعة غلبانة أخرى مسكينة مش عارفة حد يرد عليه. لأن ما تعلموش، ما قعدوش القعدة دي. عارف لو قعدوا القعدة دي كانوا يفكروا بطريقة تانية. فهمت بقى يا أستاذ؟ نعمل لهم إيه؟ النبي طاهر ظاهرا وباطنا، النبي طاهر ظاهرا وباطنا، دمه طاهر، شربه عبد الله ابن الزبير، دم حجابة النبي شربه عبد الله بن الزبير، والنبي قال له ايه؟ اذا لم تلج النار. ويل للناس منك وويل الايه؟ منك ويل لك من الناس. قال له كده لانه هياخد شجاعة قوية. لما شرب دم النبي هيبقى عنده شجاعة قوية، هيواجه بيها الفتن حيث لا يتحملها الناس. فهمت ازاي؟ عشان كده ما تحملش ايه؟ ظلم الحجاج. وقف ضد الحجاج بقوة كده وهصارة، ما هموش ولا تهز لانه في دم النبي. خاف ده بتاع ايه؟ فهمت ازاي؟ فلما شرب حجامة النبي، هو لو كانوا عارفين الصحابة ان دم النبي نجس كان يشربه؟ ده النبي احتجم وادى الاناء اللي فيه اثر دمه لعبد الله بن الزبير، قال له ارميه يا زبير. يا عبد الله، قام عبد الله استخبى ورا الستارة وراح شرب. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال اين وضعته يا عبد الله؟ قال في مكان امين يا رسول الله. قال اين؟ قال في بطني. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوش كيف تشرب نجاسه؟ ايه ده؟ روح اتمضمض، اوعى تعمل كده تاني. ما قالوش كده، ده قال له اذا لن تلج بطنك النار، يعني النار مش هتدخل بطنك خلاص. ايده ودعا له. فهمت بقى ازاي؟ يبقى دم النبي طاهر، بول النبي طاهر، كل ما يخرج من النبي طاهر. ودي خصوصية للأنبياء، ليس نبينا فقط بل كل الأنبياء، لأنهم بيكلموا الملائكة. حتى عرق الأنبياء كان أطيب من المسك، مش زي عرقنا إحنا نقعد نستحمى ونحط في طيب وبتاع وبرضه ريحتنا مقرفة. فهمت إزاي؟ لكن الأنبياء حاجة تانية، ما تخرجش منهم رائحة كريهة، بيكلموا الملائكة. فهمت ازاي؟ فتلاقي عرقهم طاهر، وكان اطيب عرق لنبي هو عرق نبينا، فان يطيبوا به المسك.
يعني ياخد قطرة من عرق النبي يحطها في قارورة مسك تخلي المسك ده حاجة ما لهاش مثيل. فهمت؟ يبقى ازاي بقى؟ عشان كده تعرف ان في كثير من المسلمين لم يعرفوا نبيهم. لم يعرفوا نبيهم بعد، محتاجين لسه يقعدوا كتير على ما يعرفوا نبينا صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الاعلى القيسي كلهم عن المعتمر واللفظ لابن ابي شيبه قال حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن ابيه عن انس رضي الله عنه ان رجلا وقال حامد وابن عبد الاعلى ان الرجل كان يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات من ارضه حتى فتحت عليه قريظة والنضير فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه. قال أنس وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله ما كان أهله أعطوه أو بعضه. يعني أمه قالت إيه الأنس روح للنبي قل له بقى العزاق أدام ربنا فتح عليه كده وخد بني النضير وخد بني قريظة وخد خيبر قل للنبي بقى يرجع لنا إيه النخلات بتوعنا. فهمت؟ قالت لأنس كده. واضح الكلام؟ ليه؟ لان هي شافت ان النبي رد للناس كلهم كل حاجة. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد اعطاه ام ايمن وكان النبي ادها الحكاية دي فلما جم يطلبوها من النبي فالنبي قال لام ايمن يا ام ايمن ادي لام انس نخلها. فاهم؟ فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاعطانيهن فجاءت ام ايمن فجعلت الثوب في عنقي وقالت والله لا نعطيكهن وقد اعطانيهن. جاء انس بقى ايه رايح يعطيها لامه فراحت قبض عليه امه ايمن وهو خارج تعال هنا والله مش هديهم لك ابدا ايه ده تاخدهم ازاي. فهم؟ مسكته من خناقه كده فجعلت الثوب في عنق. المصريين يقول لك ايه مسكته من خناق يعني ايه خناقه هنا يعني هنا الخنقه فيقول لك المصريين ايه مسكته من خناقه. فهمت ازاي؟ فجعلت الثوب في عنقي وقالت والله لا نعطيكهن وقد اعطانيهن. النبي يعني الدهالي حاجه ادناها لي عطيه تيجي انت تاخدها يا انس تتجننت. فهمت؟ مش عايزه تديها. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا ام ايمن اتركيه ولك كذا وكذا وتقول كلا والذي لا إله إلا هو. فجعل يقول كذا حتى أعطاها عشرة أمثاله أو قريبا من عشرة أمثاله صلى الله عليه وسلم. كرم النبي بقى يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. باب أخذ الطعام من أرض العدو. وعن أبيه قال حدثنا شيبان بن فروخ يجوز عند الغزو في أرض الكفار الأرض الحربية يعني أنك تأكل من طعامهم طولما أنت في أرضهم فإذا عدت إلى بلادك لا تطعم طعامهم وأي حاجة تاخدها تحطها في الغنيمة. فهمت إزاي؟ لكن طول ما أنت في أرض العدو في حرب تأكل من إيه طعامهم يجوز أنك تأكل من طعامهم بقدر حاجتك ما تحوش مش تحوش بقى وتكوش وتلوش للغة المصريين حوش كوش لوش. فهمت ازاي؟ دي تلات ايه مفردات عند المصريين. حوشة يعني ادخر كوشة يعني جمع لوشة يعني اخذ بلا ضابط من حلال او من حرام. فهمت بقى؟ لازم تعرف معجم المصريين. يبقى حوشة كوشة لوشة كل واحدة ليها معنى. فهمت ازاي؟ وتدل كل ذلك على الطمع. فهمت؟ المصريين يقول لك ايه اجري جري الوحوش غير رزقك مدحوش يعني مش هتحوش غير رزقك اجري جري الوحوش غير رزقك مدحوش يعني لا تحوش لا تحوش ما هنا ما نافيه مش مال ايه الموصوله. لازم تتعلموا كلام المصريين ده مهم جدا لانه ده بيفهمك برضو لغه لان دي لغه على فكره قويه لغه قويه. وعن أبي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة
قال حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل قال اصبت جرابا من شحم يوم خيبر. الجراب ده عباره عن قربه كده جلد مليانه دهن مليانه سمنه يعني. وهم كانوا محاصرين خيبر بقى لهم مده وكانوا جعانين، فخدوا في حضنه كده وقعد يلحس يلحس منه جعان بقى بقى لهم مده محاصرينها ايام وما كلوش، فهو مصدق بقى خد الجراب في حضنه وقعد بقى يحط ايده يلحس، واخد بالك ازاي؟ قال اصبت جرابا من شحم يوم خيبر. قال فالتزمته يعني حضنت. التزمت يعني ايه؟ يعني حضنت، خده كده بالحضن. فقلت لا اعطي اليوم احدا من هذا شيئا. قال فالتفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسما، فالنبي شافه وهو بيعمل كده صلى الله عليه وسلم، يعني عذره يعني النبي. شوف النبي لطيف ازاي، عذره يعني، هو جعان بقى وشافه وبتاع وقاعد بقى يحضنه كده، والله مش حد حاجه خالص، لحد الواحد يلتفت كده لقى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا بهز بن اسد قال حدثنا شعبه قال حدثني حميد بن هلال قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول رمي الينا جراب فيه طعام وشحم يوم خيبر فوثبت لاخذه. قال فالتفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. وعن ابي قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه بهذا الاسناد غير انه قال جراب من شحم ولم يذكر الطعام. والله تعالى اعلى واعلم. ونقف على باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى هرقل يدعوه الى الاسلام، وهو باب طويل نقراه غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.